بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا دكاترة، أرجو إن أنتوا إن شاء الله بإذن الله. معلش، وأنتوا بدأتوا فارما بدري شوية، لكن إلى حد ما الأمور تتحسن بإذن الله، وإن شاء الله تقدروا تفهموا يعني المادة كويس. مبدئيا أنا عايزة أقول لكم 2 بوينت. كلية الطب يعني كلية رائعة طبعا، كويس إن أنتوا الحمد لله دخلتوها. هي كل المشكلة إن هي محتاجة بس مجهود اكبر، وانا شايف ان دي مش حاجة وحشة ولا حاجة، ربنا ان شاء الله يوفقكم فيها بإذن الله. المهم ان انتوا ما تعملوش اوفر ثينكينج في الحاجات. الفارما محتاجة ان انتوا محتاجة نوليدج قبلها. النوليدج دي انت هتاخدوها في السنوات الجاية، فما تعقدوش نفسكم منها من الاول. المعلومات البسيطة اللي احنا بنديها لكم حاول تفهمها وما تتطرقش لاكتر من كده، لان اغلب الريكوردز او الفيديوهات الموجوده بتبقى معتمده لطالب في سنه ثالثه، فبتبقى عارفه ان انت خدت كل الفسيولوجي، كل الهيستولوجي، كل الاناتومي. فمبدئيا كده معلومه يعني، علشان بس ما تتعقدوش من ماده، خد المعلومات اللي احنا بنديها لك بسيطه، وهنسالك فيها سؤالين برضو بساط علشان الوضع الحالي من الفيروسات وكده، فاحنا مش هنتقل عليكم، فخليكم بس مركزين معانا. اول حاجه في الفارماكولوجي، سيبكم من اول ليكتشر اللي هي الادفيرس دراج رياكشن، دي ملهاش لازمه قوي يعني. لكن اول فعلا حاجه في الفارماكولوجي لازم تفهمها هو الدراج اللي انت هتعيش 3 4 سنين كده، وفي الاخر هتكمل معاه كطبيب، وهيبقى كل حياتك بتدور حوالين ان انت تبقى دكتور شاطر بتعمل دايجنوزز كويس وبتدي الدراج التريتمنت مظبوط. الفارما هي معاك طول الوقت. اغلب الحاجات لازم تبقى فاهم الاساس بتاعها. اي دواء ليه حاجه اسمها كاينيتيك وداينامكس. لما تفهم الكاينيتيك والديناميك كويس يبقى كده تبسط من نفسك، يعني ده كفايه بالنسبه لك السنه دي. الحاجات التانية دي يعني خد عنها هنت وما توسعش على نفسك قوي فيها. مبدئيا احنا هنبدأ في الابزوربشن والديستريبيوشن كجزء اولي من الكاينيتك. وانا معاكو اسمي دكتورة ميرفت، ليكتشر في الفارماكولوجي، وبتواصل مع الطلبة بكل الحاجات، سواء الواتس او التليجرام او الفيس او الجروب اللي انا حطهمكو او جروب فيس. كل اللي انا حاطاه لكم هنا بتواصل معاكم فيه، مفيش مشكله. اي حاجه مش فاهمينها ارجعوا لي فيها، بس انا بيبقى بس عندي اوقات معينه برد فيها، فهو ده اللي ممكن يعمل ديلي شويه. الابزوربشن والديستريبيوشن، احنا مبدئيا انا هبعت لكم البي دي اف بتاعتي بتتكلم عن الفارماكاينيتكس. هو الفارماكاينيتكس احنا لازم ندرسه، ولازم ندرسه، لان اي دراج هو بمثابه توكسيك سابستنس. مادام هو توكسيك سابستنس يبقى الجسم مش هيسكت له، الجسم هيعمل اجينست ات بروسس. البروسس دي هتصل في الاخر انه عمال يكسر فيه وينتهي بجزء من الكونسنتريشن، هو ده اللي هيديني الافكت. طيب الجزء من الكونسنتريشن اللي هيوصل واللي هيديني الافكت ده هيعمل ايه؟ هيعمل بيولوجيكال بروسس هو نفسه في الجسم في الانسان عشان يدي الريسبونس. لو واحد عنده بكتيريا مفروض يقتل البكتيريا، لو واحد عنده ألم في القولون مفروض يخفف الألم، لو واحد عنده ضغط مفروض يوطي الضغط، وهكذا. يبقى الإفكت اللي بيديه الدراج في الجسم ده بسميه فارماكو داينامكس. إزاي أنا بدي كيميكال سابستنس، إزاي الكيميكال سابستنس دي بتديني الفارماكولوجيكال ريسبونس أو الثيرابيوتيك ريسبونس اللي أنا عايزه. دي دراسة أول جزء من أساسيات الفارماكولوجي اللي هي الفارماكو داينامكس. طيب في المقابل أنا عندي الدراج ده بيتعرض لبروسس، البروسس دي بتبقى من الجسم على الدراج، بتتمثل في إن أبزوربشن، وبعدين الدراج ده يتوزع، وبعدين يحصل له ميتابوليزم، وبعدين يحصل له إكسكريشن أو إليمينيشن وينتهي من الجسم. المجموعة دي كلها اللي بيعملها الجسم دي بسميها فارماكو كاينيتك بروسس. الفارماكوكاينيتيك بروسيس مش صعبة، لكن هي محتاجة بس ان انت تفهمها كده كرحلة للدراج.
الدراج بيمشي فيها بمحطات، كل محطة بيتاكل منه شوية لغاية ما يوصل في الآخر للسايت اوف اكشن، يدي السايت اوف اكشن وفي الآخر بيتاكل كله ويطلع من الجسم. لأن المبدأ الأساسي مادام دخلت كيميكال سابستنس لازم الكيميكال سابستنس دي تطلع كلها. طيب عشان كده هنبتدي بأول جزء. أول جزء هو الأبزوربشن. الأبزوربشن تعني إيه؟ يعني أنا حطيت الكيميكال سابستنس أو الدراج بتاعي من أي رود أوف أدمنستريشن ووصلته البلاد ستريم أو السيستميك سيركوليشن. ليه هوصله السيستميك سيركوليشن؟ لأن أنا عايزة حاجة تروح لكل الجسم، كل التيشو. وبما إن أنا عايزة مثلا هديله حاجة بالفم لكن هعالج المخ، هديله حاجة بالفم لكن هعالج الرجل، هديله حاجة بالفم لكن هعالج الكبد، الحاجات دي مش في ايدي ان انا امسكها واشتغل عليها. عشان كده انا هشوف حاجة موصلاتية توصل لكل التيشو، مش هلاقي طبعا افضل من البلاط اللي بيروح علشان يودي اكسجين ونيوتريشن ويرجع بالويست برودكت. فمن ضمن الحاجات اللي هيوديها كمان اخليه يوصل الرسائل اللي هي الدراجز. عشان كده يا جماعة الابزوربشن دي بروسيس مهمة جدا، بتعني ان الدراج دلوقتي من بره لداخل الجسم. داخل فين يا دكتوره؟ داخل البلاد ستريم، لان احنا اتفقنا هو دي اللي هتمشي على كل حته في التيشو، كل خليه هيوصل لها بلاد ستريم وبالتالي هيوصل لها الدراجز بتاعي. طيب دي مرحله الابزوربشن. اما مرحله الديستريبيوشن، لا الديستريبيوشن بقى زي ما انا وصلته في البلاد هيمشي في البلاد منين ما يروح، وبالتالي هيديستريبيوت لكل سيلز منين ما هو رايح، منين ما الدم رايح. هيروح للأورجن اللي فيه عطب وهيديني ريسبونس اللي انا عايزاه، لكن برضو في الديستريبيوشن هيروح لأورجن انا ما كنتش عايزاه يروح لها بس غصب عني هيروح وهيديني السايد افكت. عشان كده الدراج هيبقى ليه ثيرابيوتيك افكت اللي انا عايزاه وسايد افكت اللي انا مش عايزاه، بس ان افويدبل ما اقدرش اعمل بيها حاجه. في الاخر خالص الدراج ده بيروح للأورجن اوف ميتابوليزم اللي هو الليفر، اللي هو اكبر اورجان اوف ميتابوليزم المين، وفي الاخر خالص بيوصل عن طريق الكدني علشان الكدني هي اللي طالع منها حاجه اللي هو اليورين. في الرحله دي احنا بنوصل من الدراج من اول ما يتاخد لغايه ما يطلع من الجسم، بنعرف البروسيس دي اساسيتها ايه، وبالتالي كل دراج بعد كده هندرسه في كل سيستم هنقول الفارماكوكاينتكس بتاعته ايه، طب بيشتغل ازاي بيدينا الريسبونس، ايه الفارماكوداينامكس بتاعته. عشان كده الجزء بتاع الجنرال او الداينامكس والكاينتكس من اكتر الاجزاء المفروض تبقوا فاهمينها كويس جدا. خلينا بقى في الابزوربشن ونبدا بالابزوربشن بالاورال رود. ليه دكتوره الاورال رود؟ الابزوربشن ده عندنا كميه كبيره جدا، في منه الاورال رود وفي منه البرينترال وفي التوبيكال في الانهيليشنال، في انواع كتيره جدا من الروتس اوف ادمنستريشن. لكن احنا دايما بنقول في التبسيط زي ما انت بتاخد الاكل عن طريق، احنا بنقول تسهيلا الدكاترة زي ما بناخد الفود بتاعنا عن طريق الاورال كافيتي، زي ما بنشرب عن طريق الاورال برضو هناخد الادوية. ده بالنسبة لنا هو الكومنست روت اوف ادمنستريشن، ده بالنسبة لنا convenience كل الناس تقدر تعمله مش محتاج اي اكسبيرينس. ده بالنسبة لنا السيفست، بحيث لو الواحد خد برشامة غلط ولا برشامتين يحاول يعمل induction of vomiting يطلع كل اللي في معدته. عشان كده احنا دايما هنركز في الابزوربشن على الاورال روت بس كده يا دكتورة؟ لا، وعشان البرينترال روت ده ان انت تدي دراج في السيستميك سيركوليشن ده بيلغي كل عملية الابزوربشن. انت لما تدي دراج دايركت في السيستميك سيركوليشن يبقى انا مفيش بقى معنى ان انا اتكلم على بروسيس اسمها ابزوربشن في الاصل. يبقى احنا بالنسبة لنا لو بنتكلم عن الابزوربشن بنتكلم مينلي على الاورال روت يا جماعة. طيب الدراج هينزل من الاورال روت في الاستومك ومنها الى الانتستين وهيبتدي يحصل الابزوربشن. هيحصل ازاي؟ دلوقتي في سيل ممبرين، في خلية اسمها السيلز بتاعت الجي اي تي ميكوزا، ودي بعديها البلاد سبلاي. يعني انت لازم تعدي الخلية دي علشان يوصل الدراج للسيستميك سيركوليشن. يبقى ايه الحل؟ قالك الحل بقى ان الابزوربشن من الجي اي تي ده لازم عشان يعدي من السيل ميمبرين ده اللي هو بيعتبر سيمي بيرميابل،
سيف، سيف اللي انا كاتبها لكم في البي دي اف دي، سيف يعني مصفى. السيف دي هو اصلا بيتكون من ليبيد سولوبل، ليبيد سولوبل. طيب الليبيد سولوبيليتي دي او الليبيد سولوبل فوسفوليبيد ده مش هيسمح لكل الحاجات تعدي. قال لك لا، ما هو في ايكوس تشانل. ايكوس تشانل يعني ممرات كده بيدخل منها الحاجات المائيه او الحاجات المشحونه، وفي عليه كارير. يبقى السيل ميمبرين او الخلايا دي فيها ثلاث حاجات، هي نفسها بتعتبر سيل ميمبرين، وفيها امبيدد ايكوس تشانل، وعليها كارير. كارير يعني حامل او حاجة زي تاكسيهات كده، زي بالظبط الطريق. الطريق اي طريق انت عايز تعدي فيه، لاما تعدي بنفسك كده، لاما تركب تاكسي عشان تعدي الطريق الناحية التانية خلاص، لاما الطريق فيه حديد، لاما تعدي ما بين الحديد ده، تشوف اي وصلات كده ما بين الحديد ده، بالظبط شكل السيل ميمبرين. عشان كده احنا عندنا مينلي اربع طرق للديفيوجن اوف دراجز، من بره لجوه احنا عايزين نعدي السيل ميمبرين ده. اول طريقه بسميها باسيف ديفيوجن. الباسيف ديفيوجن دي يا دكتوره من اسمها كده باسيف، يعني ما فيهاش اي انرجي، يعني انا ما بتعبش في اي حاجه. طيب انت ما بتتعبش في اي حاجه، يبقى انت يا دراج هتدخل ازاي؟ قالك بالكونسنتريشن جريدينت، ما انا كميتي كبيره بره الخلايا، انا لسه ما دخلتش الخلايا والخليه ما فيهاش دراج، فده معناه ان انا لما ادخل جوه الخليه هدخل بالكونسنتريشن جريدينت، انا بره في المعده يعني كبير، وجوه ما فيش خالص جوه البطن. طيب انا عندي نوعين بقى من الادويه، عندي ادويه محبه للليبيد، ومدام محبه للليبيد اسمها ليبيد سولوبل، دي تقدر تدخل في السيل ميمبرين لان السيل ميمبرين عباره عن ليبيد سولوبل. وعندي ادويه تانية اسمها ووتر سولوبل. الووتر سولوبل دي تقدر تدخل في الايكوس تشانل اللي هي البورز دي اللي احنا اتكلمنا عنها ان هي من احد مركبات السيل ميمبرين. يبقى انا عندي زي ما انتم شايفين اهو السيل ميمبرين الكامل ده اللي هو لونه بينك شرطتين، وده بيتكون من فوسفوليبيد، ولازم علشان يحصل فيه ترانسبورت لازم الدراج بتاعي يبقى ليبيد سولوبل. وعندي الايكوس تشانلز، المفروض لو الدراج هيدروفيلي محب للمية يدخل من الايكوس تشانلز، بس لازم تاخدوا بالكم من حاجة. لما انا اقولك ان الايكوس تشانل دي عددها محدود، يبقى انت تتوقع الابزوربشن لو الدراج هيبقى افضل هيدروفيليك ولا لايبوفيليك. لا يا دكتوره اكيد لايبوفيليك، لان انت بتتكلمي عن شريط طويل تقدر تدخل منه الدراجز على طول السيل ميمبرين، لا اما 2 او 3 بورز من الايكوس بورينز دي او الايكوس تشانل دي هي اللي موجوده عشان تدخل الهيدروفيليك دراجز. عشان كده اول حاجه نطلع منها من الموضوع ده ان اللايبوفيليك دراجز اسهل في دخولها للسيل ميمبرين، والابزوربشن بتاعها تقريبا كومبليت، على عكس الووتر سولوبل. الووتر سولوبل ما بتلاقيش غير الايكوس تشانل، والابزوربشن بتاعها هم عددهم محدود والابزوربشن بتاعها قليل، واحيانا ما بيحصلش كتير. طب يبقى دي اسمها ايه يا دكتوره؟ باسيف ديفيوجن. اعتمدنا على ايه؟ على الكونسنتريشن جريدينت. طيب في حاجات بقى بتدخل تقول لك لا انا ما اقدرش ادخل كده، انا مش عايزه اعمل ديفيوجن، انا عايزه كارير، حاجه تشيلني توديني لغايه الناحيه التانية. هتقول لك طب انت معاكي فلوس يا دراج، انت معاك فلوس عشان تتشال بالكارير، في كارير على السيل ميمبرين، بس انت معاك فلوس؟ يقول له لا انا معيش، بس انا هعتمد على الكونسنتريشن جريدينت، الكارير بتاعك ده شايفني ما عندوش نظر، يعني شايفني كميتي كبيره على الناحيه التانية ومفيش كميه على ناحيه البلاد سبلاي، عشان كده الكارير هيكبر ان هو يشيلهم ويوديهم، بس هينتهي الكارير من الافكت لما يلاقي هنا قد هنا خلاص. ده اللي اسمه فاسيليتيتد ديفيوجن، انا سهلت الديفيوجن عن طريق الكارير. ايه يا دكتوره طب ما كل الدراجز تمشي بالكارير بقى اسهل، بدل ما نقول هيدروفيليك ولايبوفيليك. لا مش كل الدراجز تقدر تمشي بالكارير، لان الكارير دي عددها محدود، والحاجه الثانيه الكارير دي هيشتغل عليها اكتر من واحد،
زي مثلا لما يكون في 4 5 تكاسي وانتوا كلكم دفعة واحدة عايزين تتنقلوا بنفس التكوسة دي، ده ايه اللي هيحصل؟ هيخلي في عدد محدود هياخده والتاني هيسيبه، عشان كده بيحصل كومبيتيشن. الكومبيتيشن ده بيعتمد على الافينيتي للكارير للدراج نفسه، يقول لك لا والله انا هاخد الدراج ده اعمل له ترانسفير ومش هاخد الدراج ده. عشان كده هنلاقي بعض الادويه نقول ان هي ما ينفعش تتاخد مع بعض. انا هقول امثله للتوضيح، لكن الامثله دي ما تحفظوهاش تسهيلا عليكم. احنا عندنا دراج زي ال دوبا، ال دوبا ده بيتاخد بكارير للامينو اسيد. عارفين الامينو اسيد دي هيدروفيلك، لو احنا عطينا ال دوبا دي ومعاها امينو اسيد، يعني وجبه كده فيها امينو اسيد كتير، هيعطل الابزوربشن بتاعه لان هيحصل كومبيتيشن. عشان كده الفاسيليتيتد ديفيوجن برضو هلاقي الابزوربشن بيها مش حلو قوي، ولازم اخد بالي من الجزئيه دي وانا بدي الدواء بتاعي. طيب يبقى احنا كده قلنا باسيف ديفيوجن، واهم حاجه في الباسيف ديفيوجن ان الليبيد سولوبل دراج افضل في الابزوربشن بكتير عن الهيدروفيليك دراجز. تاني حاجه فاسيليتيتد ديفيوجن، ودي محتاجه كارير. والحاجة التانية والمشكلة اللي فيها هي الكومبيتيشن، مش بس الكومبيتيشن، انها ستيورابل. يعني ايه ستيورابل؟ يعني هتيجي فترة والدراج ده لسه ما كملش التوازن بتاعه، لسه في كمية من الدراج مولوكيول كبير على الناحية التانية، لكن مش هيقدر يعدي لان ببساطة الكارير شغال كده خلاص. انا حملت لك العشرة اللي كانوا موجودين عليهم كارير، مش هقدر احمل تاني، مفيش كارير تاني على الخلية علشان يحمل لك. عشان كده بنقول انها ستيورابل بروسس. طيب الحاجة التالتة بقى، الحاجة التالتة دي حاجة شوية كبيرة اسمها الاكتف ترانسبورت سيستم. الاكتف ترانسبورت يا دكاترة ده بيقولك انا بقى مش هستخدم الكارير بالكونسنتريشن جريدينت، لا انا هستخدمه بفلوسي، انا هديك اي تي بي يا كارير وانت توصلني على بقى براحتي. انا عايز ادخل سواء انا بقى الكونسنتريشن بتاعي هنا كبير هنا كبير مش هتفرق، مدام انا بدفع لك فلوس يبقى انت تعمل لي اللي انا بقول لك عليه. عشان كده الاكتف ترانسبورت هي عمليه كومبيتيتيف برضو وعمليه ساتيورابل برضو، لكن ما تخضعش للكونسنتريشن جريدينت. هو مش بيوصل لغايه ما الكونسنتريشن ينتهي، لا ابدا. بس في مشكله ان الاي تي بي عندنا غاليه في الجسم، الاي تي بي انتاجها غالي عندنا في الجسم، عشان كده مش كل الدراجز هتشتغل بالاكتف ترانسبورت سيستم، بنعمل حاجات معينه بالاكتف ترانسبورت سيستم. طيب لغايه كده سواء باسيف ديفيوجن او فاسيليتيتد ديفيوجن او اكتف ترانسبورت ده مفهوم. الدراج بنفسه اهو لا اما بيدخل مع نفسه كده، لا اما بيستخدم كارير مع الكونسنتريشن جريدينت، لا اما بيستخدم كارير بفلوس اللي هي الاي تي بي. قالك احيانا بقى المولوكيول بتاع الدراج يبقى هيوج جدا كبير جدا، الخليه ما تقدرش تستوعب ان هي تدخله ولا بكارير ولا بالديفيوجن ولا باي منظر. قالك خلاص الخليه بتبص لمنظره كده وتتخض، فتروح عامله ايه؟ تقول انا هبلعه. يعني ايه تبلعه؟ يعني تعمل حواليه كده زي كيس، الخليه تتلم حواليه كده وتعمله تبلعه كسيست. عشان كده العمليه دي بنسميها اندوسايتوزس واكسوسايتوزس. اندوسايتوزس ان انا السيل ميمبرين هيتلف كله حوالين الملوكيول من الدراج الكبير قوي ده ويبتدي يتلحم مع بعضه ويعمل كيس من الدراج جوه ويبتدي يدخله جوه. تقول يا دكتوره طب ما السيل ميمبرين اتقطع. لا السيل ميمبرين ما اتقطعش، السيل ميمبرين قابل على الريجنريشن، هيعمل ريجنريشن تاني ويشتغل ويلحم تاني من فوق. بس انا دلوقتي دخلت الملوكيول جوه الخليه، جوه الخليه بقى ببتدي اكسر السيل ميمبرين عشان الملوكيول يبقى موجود جوه السيلز فري. طيب الموضوع ده مش بس بعمل بيه اندوسايتوزس، لا انا ممكن برضو اطلع بيه نيورو ترانسميتر او دراجز معينه، نيورو ترانسميتر من جوه بالاكسوسايتوزس زي في الاوتونوميك اللي انتوا هتاخدوه في النور ابنفرين. طيب يبقى ده الجزء الاولاني، انا دكتور عرفت الدراج دخل رحلته ازاي، طلع من بره لجوه ازاي. بس بقى دكتوره مش فاهم انتوا كده الدراجز، انا عندي 4 مولكيولز من الدراجز دخلت في السيستميك سيركوليشن، ايه بقى الغريب؟
كده خلاص مفيش اي افكت من الابزوربشن. لا، في فاكتورز بتأفكت الابزوربشن وممكن تأثر على الكونسنتريشن بتاع الدراج اللي هيوصل للسيستميك سيركوليشن. زي ايه؟ زي اول حاجة، حاجة اسمها الفاكتورز او الكيميكال بروبرتيز اوف ذا دراجز. الدراج نفسه هو اللي بيخليني اقرر هو هيدخل كويس ولا لا. مثال اللي احنا قلناه، الهيدروفيليك دراجز مش هتدخل كويس خالص زي اللايبوفيليك دراجز، وعشان كده اغلب انواع الدراجز لا اما ويك اسيد لا اما ويك بيس. طب ايه لازمه ويك وويك يا دكتوره؟ لانه ما ينفعش يبقى اسيد وبيس. طيب الويك لانه هيبقى مش هيبقى قاتل للميكوزا، مش هتستحمل الاسيديتي دي ولا الالكاني ولا البيزاليتي دي. طب ده معناه يا دكتوره ان اغلب الدراجز لا اما ويك اسيد لا اما ويك بيس. وبتتأين. يعني ايه بتتأين؟ يعني كل واحد من الدراجز دي قادرة انها يبقى عندها شحنة او ما يبقاش عندها شحنة. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ السلام عليكم. دي تقريبا اهم شريحة عندكم، اهم شريحة لازم تفهموها كويس جدا. دي تقريبا اهم شريحة لازم تفهموها كويس جدا. الشريحة دي بتمثل اكتر جزء مش مفهوم في الابزوربشن. انا هحاول اسجله لكم كمان علشان اللي مش هيقدر ينزل الابليكيشن كامل. الشريحه دي يا جماعه فيها حاجات مهمه قوي لازم نركز فيها. مبدئيا احنا اتفقنا ان الدراج لا اما هيبقى ويك اسيد لا اما هيبقى ويك بيز. الويك اسيد دراجز دي بتبقى غالبا في الصوره دي، يعني بتبقى الاسيد بس بروتونيتد مع بروتون. انا ما يفرقش معايا بقى بروتونيتد ولا انبروتونيتد، انا يفرق معايا عليه شحنه من فوق ولا معلوش. ده معلوش شحنه خلاص، انت معلكش شحنه، يبقى تقدر ببساطه جدا تدخل جوه الليبيد سولوبل ميمبرين اللي هو بيتكون من الفوسفوليبيد والكوليسترول. انت عليك شحنه يبقى انت ما ينفعش تدخل. عشان كده القاعده عندي ان الدراج سواء اسيد او بيز لو عليه شحنه مش هيعدي، لو معلوش شحنه هيعدي. دلوقتي بالنسبه لنا الاسيتيك دراجز دي كلها طول الوقت عايشه مع البروتون، نفسها تتخلص منه وتتأين. علشان كده هي وانس انها تأينت ساعتها هتبتدي ما تبقاش ابزوربت. البيز عكسه تماما، البيز ما بيشوفش البروتون خالص، وانس انه يشوفه يتحد معاه ويبتدي يتأين. عشان كده الايونايزد فورم دي بالنسبه لنا ان ابزوربابل فورم. اي ايونايزد فورم سواء بروتونيتد مش بروتونيتد ملناش دعوه، احنا لينا من الايونايزد فورم نون ابزوربل. لكن الان تشارج دي ابزوربل، يعني اللي ما عليهاش تشارج اللي مش ايونايزد هي دي بالنسبه لنا الابزوربل فورم، لان تقدر تدخل في الليبيد سولوبل. اظن الكلام كده بسيط وواضح. طيب نوضح بشكل ابسط تاني ونقول يا دكتوره بالنسبه للاسيد المنظر ده اللي هيدخل ولا المنظر ده؟ لا اكيد المنظر اللي فوق خالص اللي هو اي اتش هو اللي هيعدي. طب بالنسبه للبيز؟ البيز بس مش بي اتش هو اللي هيعدي. يبقى ده وده هسميه ابزوربابل فورم، اتش اي اتش والبيز هو اللي هيعدي. الجزء ده يفرق معايا في حاجه، يفرق معايا يعني في الابزوربشن، ويفرق معايا في السايت اوف ابزوربشن. انت افضل حل ليك لما تيجي تعمل ابزوربشن لاسيد دراج ان انت تحطها تحوطها في اسيديك ميديا، وافضل ابزوربشن البيزك دراج انها تتحوط ببيزك ميديا. ليه؟ لان الاسيديك دراج في اسيديك ميديا ما بتلاقيش حد ترمي عليه البروتون، كلهم عندهم بروتون عايزين يتخلصوا منه، كل واحد يشيل شيلته بقى، محدش هيستقبل منك البروتون. عشان كده كلهم بيبقوا في الاي اتش ستيت، كلهم بيبقوا في الان ايونايزد ستيت، يعني كلهم بيبقوا في الابزوربابل ستيت. على عكس لو انا جبت الدراج اللي هو الويك اسيد ده وبدات ارميه في بيزك ميديا، هيلاقي مليون بيز، مليون مولكيول واتوم تبتدي تاخد منه البروتون. علشان كده هيفضل لوحده ويتأين، هيدي البروتون عن طيب خاطر ويتأين، لما يتأين هيبقى ان ابزوربل فورم. علشان كده البيزك نفس الحكايه، البيزك دراجز انا عايزه احطها في ميديا علشان تبقى ابزوربت اغلبها، يبقى احطها في الكالاين او بيزك ميديا، الاثنين واحد. في بيزك ميديا، البيزك ميديا مش هتلاقي بروتون تاخده، على عكس لو انا حطيت البيزك دراج في اسيديك ميديا هتلاقي مليون حد بيقولها اتفضلي البروتون وتأيني. عشان كده يا جماعه القاعده ان
الدراج طول ما هو ان ايونايزد، طول ما هو ان تشارجد، طول ما هو معلبوش شحنه، هيبقى ابزوربت بشكل كويس. الحته دي ليها كلينيكال ابلكيشن، ليها كلينيكال ابلكيشن بالنسبه لنا حاجه اسمها الايون ترابنج. الايون ترابنج هنسمعها هنا، وهنسمعها في الديستريبيوشن، وهنسمعها في الاكسكريشن. الايون ترابنج دي تعني ايه؟ تعني ان الدراج بتاعك احيانا مش بيدخل من المعده للدم، لا، احيانا الدراج بيدخل في كومبارتمنت في الجسم، في اورجنز معينه. لو دخل في اورجن هو كان ان ايونايزد وبقى وابزوربد، وبعد ما ابزوربت بقى في البلد، وهو في البلد دخل على اي اورجن، في الاورجن ده البي اتش اتغيرت، هنجد ان على حسب ما البي اتش اتغيرت الدراج ده ممكن يتحبس او ما يتحبسش. دي اللي اسمها ايون ترابنج. يعني انا خليت حجزته عندي تراب، عملت له ترابنج في الاورجن ده. بمعنى ايه؟ ان انا لو لقيت الاورجن ده مثلا الميديا بتاعته البي اتش بتاعها واقع قوي، وهو اصلا بيزك دراج، هلاقي اللي حصل ان البيزك دراجز دي هتبتدي تتأين جوه الاورجن بعد ما دخلت في الاورجن، ومش عارفه تطلع، مش عارفه ترد تاني على البلد، وده هيخلي اغلب الدراج ده يكونسنتريت في الاورجن دي. ودي مهمه قوي واحنا بنتكلم شويه عن الدراج دي. طب الحاجه الثانيه نفس الحكايه في اليورين اكسكريشن. هنشوف في اليورين اكسكريشن الموضوع ده بشكل واضح جدا. انت عايز تطلع الدراج، هل عايز تطلعه في الابزوربابل فورم عشان يمتص تاني جوه الجسم، ولا عايز تتخلص منه في اليورين اللي هو يعتبر ووتر سولوبل؟ لا، عايز اتخلص منه في اليورين. عشان كده ساعتها هنحتاج الصوره الثانيه من الاسيد والبيز اللي هي ايونايزد علشان تدوب في الميه بتاعه اليورين. عشان كده ده بسميه الاكسكريتابل فورم مش الابزوربابل فورم. ولذلك انا اللي بعمله علشان ازود الابزوربشن في الاستمك، بعمل عكسه علشان انهانس او ازود الاكسكريشن في اليورين. يعني انا لو مثلا خليت الاسيديك دراج في اسيديك ميديا عشان الابزوربشن يزيد، هعكس بقى، هخلي الاسيديك دراج في بيزك ميديا علشان يبتدي الاكسكريشن بتاعه يزيد. ارجو ان احنا نكون فهمنا كده، لو ما قدرناش نفهمها انا هقولها تاني في الاكسكريشن. طيب السؤال التاني يا دكتوره، بس كده ده الفاكتور المهم العنيف اللي بيأثر على الابزوربشن. في فاكتورز تانية زي البلاد فلو الابزوربشن سايت. بمعنى كل ما كان الابزوربشن سايت اللي انا بعمل فيه بعمل من خلال الابزوربشن كان كبير وكان بلاد فلو بتاعه كتير، كل ما كان الامتصاص افضل. ليه؟ لانه بيعمل ووش، واحنا قلنا اغلب الابزوربشن بيتم عن طريق حاجه اسمها ديفيوجن، الباسيف ديفيوجن اللي هو بيعتمد مينلي على الكونسنتريشن جريديانت. ده معناه ان انت كل ما تعملي على جهه البلاد ووش، انت عملت كل ما انا ادخل دراج انت تخلي في جشو في بلاد يحوشه، بتخلي الكونسنتريشن دايما موجود لان الدراج على الناحيه الثانيه اوريدي موجود وبيحصل له ابزوربشن. فده جزء رائع جدا لازم نعرفه. طب بالنسبه لنا بقى، احنا عندنا استومك نص متر تقريبا، وعندنا جي اي تي انتستين تقريبا 6 متر. تفتكر الابزوربشن هيبقى لمين اكتر بالنسبه والله للسيرفيس اريا؟ يا دكتوره طبعا السمول انتستين. طب بالنسبه للفلاد بلاد فلو؟ طبعا السمول انتستين بلاد فلو اكتر بكتير للسمول انتستين عن الاستومك بطبيعه الحال من الكونتاكت من طول اللينس بتاعه. عشان كده يا جماعه البلاد فلو او السيرفيس اريا مهمين جدا 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 في الابزوربشن، في انهم يحكموا على الابزوربشن. عشان كده القاعده لازم ناخدها يا جماعه، اي ابزوربشن لاغلب الدراجز بيحصل من السمول انتستين. طيب في جزئيه بقى لازم انا كاتبها لكم كده، حاجه اسمها الجاستريك امتينج تايم. الجاستريك امتينج تايم دي بتفرق، بس بتختلف ما بين بيشنت وبيشنت. بس ناخد بالنا من حاجه بسيطه، ان لو كان التابلت او الدراجز اللي هياخده المريض، الراجل ده مثلا عنده جاستريك امتينج تايم بيطول شويه، فاي دراج هياخده ممكن ياثر في الابزوربشن، لان احنا قلنا اغلب الابزوربشن بتحصل من السمول انتستين. عشان كده اي حاجه بتطول الجاستريك امتينج فهي بتاجل ان الدراج يوصل للسمول انتستين. لانه الجاستريك امتينج ده عباره عن ايه؟ ان بعد ما كلنا بناكل بتتقفل الفتحه اللي من فوق والفتحه اللي من تحت الاستومك، وده بيخلي ان انت قافل على الدراجز من ناحيتين. لما بقى ربنا يفتحها كده، هو بيفتح تقريبا الاستومك بعد الاكل بساعتين او ساعه ونص.
لما ربنا يفتحها بقى نبدأ نعمل مرحلة الابزوربشن. طيب دي الجزئية بتاعت البلود سبلاي والسيرفيس اريا اللي هي بتأثر جدا جدا على الابزوربشن. الحاجة التانية هي الكونتاكت تايم. يعني ايه الكونتاكت تايم دكتورة؟ يعني انت عاطي مساحة وقت قد ايه للدراج بتاعك عشان يمتص. لو واحد عنده دايرية ما تقريبا الموتيليتي عنده زياده ما بيديش اي وقت لاي درجه عشان تعمل لها ابزوربشن، وده بيخلي الابزوربشن وحش قوي. ولذلك لما واحد يبقى عنده دايريه وفوميتنج مش من الحكمه انت كطبيب ان انت تديله دراج اورال، لانه ساعتها مش هيدي افكت كويس الا اذا انت كنت بتدي دراج الاورال ده لواحد عنده دايريه وهيقلل الموتيليتي، ساعتها ممكن تدي الادويه دي. ده بالنسبه للكونتاكت تايم. بالنسبه للتوتال سيرفيس اريا، بالنسبه للبلود سبلاي، في حاجه اسمها الدراج بايندينج. بعض انواع الادويه يا جماعه هتلاحظوا ان هي بتتحد مع الاليمنت او البارتيكل بتاعه الفود، او بتتحد مع دراجز تانية وتعمل كومبلكس. ساعتها من الخطا الشائع انت مش بتاخد بالك منه كطبيب بعد كده ان انت تركز الدراج بتاعك ده بيتاخد مع ادويه بتوقف الابزوربشن بتاعه، بيتاخد مع اطعمه بتوقف الابزوربشن بتاعته. زي عندنا انتيبيوتيك اسمه تتراسايكلين، ده كتير قوي ان هو بيعمل كومبلكس مع الكالسيوم، فلو عطيته مع لبن او بيض او لبن او بيض او البان يعني او زبادي، ساعتها هيوقف الامتصاص بتاعه ويقلله جدا. فما تستغربش ان مفيش نتيجه طالعه لك منه. على عمليه الديستريبيوشن، بالنسبه لنا الديستريبيوشن خلاص كده الدراج تمام، حصل له ابزوربشن بكل الطرق المختلفه وبدات تاثر عليه فاكتورز كتيره تحدد هو دخل قد ايه جوه السيستميك سيركوليشن. اوريدي الدراج دلوقتي بقى معانا في السيستميك سيركوليشن، بين لنا حاجه مهمه جدا. انت دلوقتي هيمشي عليك القواعد بتاعه السيستميك سيركوليشن. يعني ايه دكتور؟ يعني منين ما البلد رايح انت هتروح معايا دراج، ومنين ما البلد رايح بكثره انت برضو هتروح معايا. يعني ايه دكتوره؟ يعني احنا اكتشفنا ان الجسم عامل زي كده ايه، عامل زي المؤسسات. يعني ايه؟ يعني كل ما يبقى فيه حاجة مهمة، مؤسسة مهمة، الدولة تبتدي تحط لها فلوس كتير قوي، وكل ما كانت مؤسسات اقل اهمية الدولة تبتدي تديها ميزانية اقل. بالظبط كده الدم. الجسم شايف ان المخ والكبد والكلى من الحاجات الميجور في الجسم، ولذلك هو بيخصص لهم اكبر قدر من الدم، وشايف ان السكن والادبوس تيشو والحتت التانية دي كلام فاضي يعني، عشان كده بيخصص لها كمية مواسير من الدم قليلة، وبالتالي الدراج اللي ماشي فيها. ولذلك اول ما الدراج ابزوربت في عملية الابزوربشن من الجي اي تي بيروح للسنترال كومبارتمنت، اكبر كمية رايحة من البلاط وماشي فيها دراجز. السنترال كومبارتمنت بعد كده بينزل منه الدراج بالديستريبيوشن، لانه بياخد بلاد وبيطلع بلاد، البلاد ماشي فيه بيطلي وبيديله وبياخد منه. بعد فتره من الدراجز بينزل شويه في البريفرال سيركيوليشن اللي هي بعد كده يروح للسكيليتال ماسلز ويروح للاديبوس تيشو ويروح للسكن. ده معناه ايه يا دكتوره؟ ان اكتر اعضاء هتتعرض للدواء وش كده اول مره هي الاعضاء الكبيره، المخ لو كان الدراج هاي ليبيد سولابل، الليفر، الكيدني، اللنج، الهارت، دول اكتر حاجه هتتعرض. ولذلك الدكاتره هتعرفوا بعد كده ان اغلب سايد افكت بتقع على الحاجات دي. صعب قوي يقول لك سايد افكت والله جه على شويه على الاديبوس تيشو، يعني السايد افكت ده موجود في 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 الاسكان. لا، غالبا السايد افكت بتاع الدراجز بيتمركز في لا اما المخ سي ان اس، لا اما في الكبد، لا اما في الليفر نيفروتوكسيستي، لا اما في اللنج احيانا، لا اما في الهارت. خلاص كده احنا فهمنا مفهوم الديستريبيوشن. بس في كلمه بسيطه جدا لازم تعرفوها، ان الدراج ان دايناميك موشن. يعني ايه دكتوره؟ يعني الدراج مش وانس ان هو ابزوربد من الجي اي تي واترمى في السيستميك سيركليشن هيبتدي يروح للاورجن وخلاص. لا، الدراج بيروح للاورجن ويرجع تاني من الاورجن للبلاد، لانه اصلا بيمشي زي حركه النيوتريشن وزي حركه الويست برودكت.
فهو بيرجع تاني للبلد وبيروح للاورجان اوف ميتابوليزم والاورجان اوف اكسكريشن عشان الجسم لازم يتخلص منه. ما دام انا اعطيت توكسيك سبستانس لازم الجسم يتخلص منه. عشان كده عمليه الديستريبيوشن دي بسميها ريفيرسبل. ريفيرسبل ان الدراج ريفيرسبل ليه في البلد ستريم وانتر الانترستيشن او التيشو وبعدين بيترد تاني على البلد ستريم عشان يروح للاورجانز اوف ميتابوليزم والاكسكريشن. طيب بالنسبه لنا بقى فكره الكومبارتمنت دي انا فهمتها لكم اللي هي في الصفحه الثانيه في الصفحه رقم 3. عرفنا ان في حاجه اسمها سنترال كومبارتمنت وفي حاجه اسمها بريفرال كومبارتمنت. في بقى حاجه اسمها كلينيكال ابلكيشن على الجزء بتاع الكومبارتمنت ده، بس انا كنت عايزه افهمهم لكم ببساطه شويه. الجزء ده بيحدد لي ايه؟ هو كبير شويه على تفكيركم دلوقتي، لكن هحاول اللي يفهمها يفهمها، اللي ما يفهمهاش انا كده كده مش هجيب لكم فيها سؤال. لما الدراج اول وهله كده بيروح بكميات كبيره ناحيه المخ، فلما يبقى دراج ليبت سولوبل بشكل عالي، انا كده هطمن ان اول وجهه ليه هو الاورجن المهم في الجسم الا وهو المخ. طيب تفرق معايا دي؟ تفرق معايا ازاي؟ ان انا لو عايز اخدر المخ ده يبقى ادخل بدواء، وبعد ما ادخل بالدواء اللي هو زي الثايوبنتال اللي انا جايبه لكم في الاكزامبل ده، الدواء ده بيبقى ليبت سوليبيليتي بتاعته عاليه، عشان كده بسرعه هيخترق المخ اللي هو حواليه حاجه اسمها بلاد برين بارير. والبلاد برين بارير ده ليبت سولوبل، لا يسمح باي دراج الا لما يبقى ليبت سولوبل من الكتاب عشان يدخل. لما يدخل الدراج ده ساعتها بقى هيعمل انستيزيا. يعني ايه انستيزيا؟ يعني نفقد الريفلكسات ونفقد الاحساس بالبين، ودي اهم حاجه في الانستيزيا وزن سكند. وبعدين يبتدي زي ما احنا قلنا ان الدراج هينزل هيسحب نفسه من السنترال كومبارتمنت ويروح للبريفرال كومبارتمنت، يبتدي بقى يروح للاديبوس تيشو اللي بيحبه ده لان هو ليبت زيه. ساعتها هيحصل ايه؟ ساعتها البيشنت هيفوق. الشورت ديوريشن دي انا محتاجاها، انا محتاجاها احيانا. محتاجاها لايه؟ محتاجاها في حاجه اسمها اندكشن اوف انستيزيا، اول فتحه للانستيزيا. الانستيزيا دي انا بعملها بميجرز كتيره بدراجز كتيره كده بسميها بالانسد انستيزيا. اول حاجه فيها ان انا بدي حقنه الثايوبنتال دي، عشان كده يقول لك ان الثايوبنتال موجود في الجسم بس مش عاطي افكت. ما هو حصل ريديستريبيوشن، هو نزل من المخ نزل على الاورجنز الثانيه في البريفرال كومبارتمنت. دي الجزئيه بتاعه الكلينيكال ابلكيشن اللي احنا. نيجي بقى هنا للجزء اللي انا قلت لكم عليه يا جماعه، ازاي الدراج بيتوزع مثلا في حته وما بيتوزعش في حته تانية. هو لو الدراج موجود في البلازما بس يبقى كونفايند البلازما ديستريبيوتد بس في البلازما في السيركوليشن، وده بيبقى لارج مولكيول. دراج بولر بس سمول مولكيول، ساعتها ممكن يطلع من البلازما للاكسترا سيلولر لكن ما عندوش قدره انه يدخل جوه الانترا سيلولر جوه الخلايا. دراج بقى لايبوفيليك دراجز لا، دي ساعتها بتتوزع في البلازما وبتتوزع جوه الخلايا. ده يا جماعه الجزء ده مهم خالص عشان بس يفكركم ان الاستراكشرز بتاعت الكابيلاريز مختلفه وسماحها للدراج انه يطلع منها مختلف. زي ايه يا دكتوره؟ زي مثلا الاستراكشر الاولاني ده بتاع النيرفوس او السي ان اس، الاستراكشر بتاعها الكابيلاريز بتاعتها تايد جانكشن، مفيش مسافه تعدي منها هيدروفيليك دراجز، ولذلك بنسميه البلاد برين بارير. عشان كده صعب قوي دراج هيدروفيليك يدخل، صعب، لازم يبقى لايبوفيليك عشان يقدر يدوب في الليبت سولابيلتي. طيب في حاجه اسمها فينستريتد كابيلاري اللي هي الكابيلاري بس ليها فتحات زي الجلوميرولر. الجلوميرولر ده يسمح شويه بالهيدروفيليك انه يعدي، مفيش مشكله. الحاجات الديسكونتينوس بقى زي الهيباتيك مثلا، الهيباتيك ده بيسمح بكل الدراج انه يبدا يعدي، ودي رحمه من ربنا عز وجل، لان لما نعرف في الميتابوليزم ان الليفر از ذا اورجان اوف ميتابوليزم هتعرفوا كويس ان من وظيفته من رحمه ربنا بيه ان الدراجز تدخل فيه بحريه، ما تعتمدش بقى ولا على ليبت سولوبيليتي ولا على حاجه، لا تدخل بكميه كبيره علشان تقدر الليفر يحاول يعمل ديتوكسيفيكيشن للحاجات اللي جايه من بره بشكل كويس. يبقى ده بالنسبة لي أنا الديستريبيوشن، يبقى ده بالنسبة لي أنا الديستريبيوشن. وعرفنا الديستريبيوشن هيبقى ازاي. في حاجة بسيطة كلينيكال ابلكيشن كده على الديستريبيوشن ألا وهي الدراج انتراكشن. دلوقتي أنا لو عندي تو دراج يا دكتور، أنا بعالج البيشنت بتاعي بتو دراج، والاتنين دراج البلازما بروتين بايننج بتاعهم كبير، كل دراج فيهم أكتر من 90% متحول على البلازما بروتين. ده يعني ايه؟
يعني ان جزء بسيط من الدرج ده والدرج ده جزء بسيط جدا هو بس اللي موجود فري وبيديني الاكشن. طب ايه المشكله يا دكتوره؟ لا في مشكله ان الالبومين ده يا جماعه ليه ليميت. يعني ايه ليه ليميت؟ يعني هو مش كتير؟ لا مش كتير، هو ليه فيكسد نمبر. النمبر ده لا اما يشيل الدرج ايه لا اما يشيل الدرج بي. طب وبعدين ايه الحل يا دكتوره؟ ولا حاجه، علشان يشيل لك الدرج بي اللي انت دخلته هيضطر يسيب شويه من الدرج ايه، وانت اصلا كنت عامل حسابك على كميه صغيره من الفري دراج بتديك الاكشن، فدلوقتي الكميه دي هتزيد فممكن يدخل في توكسيستي. عشان كده يا جماعه لازم ناخد بالنا من الدراج انتر اكشن عن طريق الليبيد سولو البروتين بايندنج. طب يا دكتوره امتى يحصل الدراج انتر اكشن؟ لما يبقى التو دراج ليهم بايندنج كبير للبلازما بروتين. لكن مثلا لو قلنا ان الدراج A كان بيبايند مثلا 30% البومين والدراج B بيبايند 30%، طب وايه المشكلة؟ ما هو 70% هنا و70% هنا فري. ده معناه ان لما يزيد ل 80% ولا هيتأثر، وده لما يزيد ل 80% ولا هيتأثر. عشان كده يا جماعة لازم نعرف ان الدراج انتر اكشن عن طريق البلازما بروتين بايند ما بتتحققش او ما بتحصلش الا لما يبقى التو دراج متحدين اكتر من 90%. ده معناه ان الفري دراج من هنا 10% والفري دراج من هنا 10%. 10% الجسم مظبط بيه نفسه، لما انا ازود ال 10% واخليها 100% لما اطرده من البلازما بروتين ساعتها بتحصل التوكسيستي. ارجو ان انتوا تكونوا ان شاء الله باذن الله فهمتوا الجزء ده. And thank you.